ضمن التغطيات الأسبوعية التي يعمل عليها فريق نورسات الأردن للكنائس والمؤسسات الدينية، كنا هذا الأسبوع في بلدة عنجرة في محافظة عجلون، وزرنا كنيسة ومزار سيدة الجبل، والتقينا فيها راعي الكنيسة الأب يوسف سلامة. التقرير التالي يعرض لنا تاريخ الكنيسة وتأسيس مزارها. محافظة عجلون تقع شمال غرب الأردن، تتميز بتضاريسها وطبيعتها الجبلية المتباينة الارتفاع وبغاباتها ذات الأشجار الحرجية الكثيفة. تتمتع بطقسها المعتدل الجاذب للسياحة المحلية والعالمية. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي ونستمد منه الحياة. نصل اليوم في سلسلة حلقات كنيسة لبلدة عنجرة التابعة للمحافظة، لنسلط الضوء على كنيسة ومزار سيدة الجبل للدين. فهذه الكنيسة تأسست عام 1932، أقيمت على أنقاض كنيسة أثرية قديمة تعود إلى القرن الرابع الميلادي. تجولنا داخل الكنيسة المزينة بمراحل درب الصليب المرسومة على جدرانها، وبجانب جرن المعمودية وجدنا مجموعة من ذخائر القديسين من الدرجة الأولى، لينال منها المؤمنون وأبناء الرعية البركة والشفاعة. تعاقب على خدمة الكنيسة ورعيتها العديد من الكهنة، منهم الأب يوسف سلامة راعي الكنيسة الحالي، ويتبع رهبنة الكلمة المتجسد. حدثنا بإيجاز عن بدايات تأسيس الكنيسة وتاريخها العريق ومزارها المقدس الذي يحج إليه الآلاف من المؤمنين كل عام لينالوا بركة سيدة الجبل العذراء مريم. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. عنجرة مذكورة في الكتاب المقدس باسم المصباح في العهد القديم في سفر الملوك، وبحسب التقليد تقليد الكتاب المقدس انه يعقوب مر من هنا من عنجرة من عندنا، وكمان الملك داود اجى على عنجرة. بحسب التقليد الكنسي المسيح هو العذراء مريم اجوا على عنجرة بعد العمات في نهر الأردن، لان احنا عارفين الكتاب المقدس انه المسيح بشر في العشر مدن، فبعد ما تعمد في نهر الأردن طلع على عنجرة عشان خاطر يكمل على جرش وفيلادلفيا. والكنيسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكي كمان التقليد أنه لما يجي المسيح اجت معاه مريم، وكانوا بيقعدوا هون على تلة الجبل وبيشوفوا الناحية التانية من الضفة. مريم كلمة عبرية بالعربي سيدة، سيدة الجبل. الكنيسة اتبنت تقريبا سنة 1925، كان دايما في مسيحيين في عنجرة. اجا الخوري، اول خوري كان ابونا انجلو، هو ايطالي، هو اللي بنى الكنيسة، وابونا انجلو اتوفى في عنجرة هو وامه، ومدفونين هما الاثنين عندنا في الدير. مزار سيدة الجبل المجاور للكنيسة تأسس من قبل الاب المرحوم يوسف نعمات أحد كهنة البطريركية اللاتينية كتكريم منه للسيدة العذراء، حيث يعد ضمن أهم المواقع الخمسة الرئيسية التي اعتمدها الفاتيكان لتكون وجهة للحجاج المسيحيين القادمين من كافة أنحاء العالم. بس يمكن يكون أهم شيء عندنا في المزار
هو تمثال مريم، تمثال العذراء مريم. هاي التمثال عمره تقريبا 200 سنة، مصنوع في إيطاليا. سنة 2010 واحدة من الرهبات مع أولاد المدرسة كانوا بينظفوا المزار زي دايما، شافوا إنه التمثال بياخد الوش بياخد شوية طبيعة بشرية وبيبكي دم. الرهبة بدأت تمنح الناس من برا عشان يجوا يدخلوا يشوفوا، الأولاد فضلوا يشوفوا التمثال ويصلوا. ناس كتير شافت الدم وهو موجود نازل على وش العذراء. عملنا التحليل، معروف إنه دم بشري، دم طبيعي بشري 100%. ما عرفناش الفصيلة بالضبط، بس من هاي اللحظة وناس كتير بتيجي هون وناس كتير بتيجي تصلي وكتير بتحصل معجزات. احنا كل اسبوع او كل شهر بنسمع عن قصة جديدة من حد كان مريض وشافي بشفاة العذراء. بيجي ناس كتير مش بس مسيحيين لاتينة او كاثوليكا او ارثوذكس، بيجي كمان من كل الديانات تقريبا، بيجي هنا على المزار يصلوا عند العذراء ويقعدوا. خدمتي في الكنيسة تقريبا من 4 سنوات، شغلنا مع الرعية في القداس اليومي والسجود والقداس في المزار كمان في الأعياد، ويوم الجمعة بنصلي دائما قداس هون. حاجة تانية في المزار مهمة، إنه كانت السنة الماضية سنة 2017 سنة الرحمة، البطريركية اختارت كمان إنه عنجر يكون فيها باب للرحمة. فهاي السنة استقبلنا كمان كتير ناس مسيحيين حجاج، كان كل بيجي وبيعترف وبيصلي قداس وبياخد بيحصل على الغفران اللي هو كان سنة الرحمة. في عندنا كمان الايقونات، هدول رسمهم فنان بريطاني وهو حب يظهر حياة المسيح على ضوء أسرار المذبحة الوردية، فبنشوف أسرار المجد، أسرار الحزن، في كمان هنا أسرار الفرح وأسرار النور. فلما بيجي السائح أو بيجي الحجاج دايما أول حاجة بيعملوها بيصلوا عند العذراء بيولعوا شام، ودايما الناس بتيجي هون بيكون دايما في نعمة خاصة، دايما الناس بتحكي إنه في نعمة، في حاجة لمستهم. ومش بس كمان المعجزات بتحصل على مستوى الأردن، لكن كمان في ناس برا مجرد إنهم عندهم الصورة بتاع سيدة الجبل أو بيصلوا الصلوة مرات بيطلبوا إحنا نولع لهم شامعة، ودايما بيكون في إشي فوق طبيعي بيحصل، في معجزة بتحصل. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيسة ضفنا يسوع الرقيق. تعود أهمية مزار سيدة الجبل تاريخياً بأن السيد المسيح ووالدته القديسة مريم قد أمضوا فترة وجيزة في أحد كهوف عنجرة، وكان السيد المسيح وتلاميذه يتنقلون بين مدن أورشليم وصولاً لنهر الأردن مروراً ببلدة عنجرة. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل